طفرة نوعية وحضارية كبيرة تشهدها المنشآت الشرطية في إطار خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لرفع الكفاءة الإنشائية والتكنولوجية لكافة قطاعاتها، بما ينعكس على جودة الخدمة والأداء الأمني ليواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، من خلال استكمال الإمكانات المادية والتقنية والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة أحدث الإنشاءات الشرطية التي تم الانتهاء منها وبدأ العمل به، فعلى بعد أمتار قليلة من تقاطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، والذي تم بناؤه وفقا لطراز معماري فريد رعي فيه المظهر الحضاري وأحدث النظم الإنشائية. يضم المقر الجديد غرفة إدارة أزمات حديثة ذات تجهيزات تقنية عالية تتمثل في منظومة من الكاميرات لتغطية جميع الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بنطاق مديرية أمن الجيزة لرصد ومتابعة الحالة الأمنية. كما يحتوي المقر على أحدث غرفة عمليات لشرطة النجدة مزودة بالأنظمة السلكية واللاسلكية التي تتواصل مع سيارات النجدة والخدمات، وبما يضمن سرعة التفاعل مع كافة البلاغات وتوجيه الخدمات إلى أماكن البلاغات في أقل زمن ممكن. وتم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني بالمقر الجديد عبر منظومة متكاملة من الأجهزة المتطورة التي تضمن تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين في سهولة ويسر، بخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويضم المقر الجديد عددا من المباني الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل التقنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين. وبهذا ينتقل العمل إلى المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة سعيا لتحقيق أعلى معدلات أداء أمني يلبي طموحات وتطلعات المواطنين في الحصول على خدمة أمنية حضارية.